طيب في الحقيقة إيجابيات كبيرة جدا وكتيرة قوي من مباراة الأمس بتتمثل في إيه؟ خلينا نتكلم في البداية إن مفيش انطلاقة أحسن من كده لمدير فني جديد زي مستر ريني فايلر. الراجل بقاله كام يوم بالظبط؟ بقاله حوالي ما كملش 20 يوم، 18 يوم تقريبا مدير فني النادي الأهلي. في ال 18 يوم دول عمل إيه؟ كسب مباراة خارج الأرض في دور 32، ذهاب دور 32 بطولة دوري أبطال أفريقيا 2-0. نتيجة كبيرة وكويسة بغض النظر عن قوة المنافس إيه. تمام؟ الحاجة الثانية الفوز على نادي الزمالك، طبعا فريق كبير جدا نادي الزمالك وقوي وعنده عناصر مميزة جدا هذا الموسم. بتكسب الزمالك وبتاخد سوبر، تاخد بطولة السوبر. فانطلاقة أحسن من كده؟ لا مفيش. بداية مبشرة جدا. مبشرة جدا 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 لمستر فايلر. نقيمه دلوقتي؟ لا مش هنقيمه دلوقتي، مش احنا كمان اللي بنقيم، اكيد الناس الفنيين اللي ليهم في الاداره الفنيه المباريات واشتغلوا مدربين قبل كده يعني يقيموا احسن مننا. لكن في نفس الوقت البدايه كويسه قوي الراجل. اتكلمنا وقلنا ان مش شرط دايما يا جماعه السي في هو اللي يؤهل المدير الفني انه يكسب كل البطولات خالص، بالعكس. والواضح كده، الواضح كده ان لجنه التخطيط هتكسب الرهان. الناس رهنوا على ايه؟ على طموح مستر فايلر. الراجل جاب طموح واضح جدا، ابتدى من خلال فوزه في مباراه وفوزه في مباراه اخرى بالبطوله. فبالتالي ده شيء جيد وشيء يبشر للي جاي. اللي جاي صعب قوي، اللي جاي فيه بطولات كتيره جدا مهمه للنادي الاهلي ولجمهوره طبعا. جمهور النادي الاهلي هو العنصر رقم واحد في الفوز امبارح. كان بقالنا فتره كبيره قوي ما نشوفش مباريات الاهلي والزمالك في مصر بجمهور. فبالتالي المباريات من غير جمهور حاجه صعبه. جمهور النادي الاهلي صاحب الفرحه في هذه المباراه، ولولا جمهور النادي الاهلي العظيم كان ممكن السيناريو رغم اللي حصل في الماتش كان ممكن الاهلي لا قدر الله يخسر. لكن بتشجيع ومسانده الجماهير، وده الفرق اللي دايما كنا بنقول عليه، لما بيبقى جمهور النادي الاهلي في المدرجات الدنيا بتختلف تماما. بيبقى نسب فوزك في الماتش او بالبطوله اعلى بكتير من نسب هزيمتك او حتى تعادلك لو ماتش في الدوري يعني. فهي دي الميزه اللي كانت موجوده كمان في مباراه الامس. فتحيه لكل جمهور النادي الاهلي اللي حضر مباراه الامس. كمان من ضمن الايجابيات عوده بعض اللاعبين. ولو تفتكروا حضراتكم على مدار الاسبوع اللي فات كده اتكلمت، قلت ان مستر فايلر مش بيتطرق اطلاقا لاي تقارير كتبت عن اللاعبين في الفتره اللي هو قبل ما يجي فيها، ولا اي اخبار اتكتبت على بعض اللاعبين، ولا اي انطباعات خالص. ما كانش شاغل دماغه برأي الصحافة أو رأي الإعلاميين في بعض اللاعبين إيه، أو تقييم مثلا الجهاز الفني السابق في مجموعة من اللاعبين، ده فترة بعيد ده كلام ده. قلت لحضراتكم الكلام ده، قلت إن هو بيقيم اللاعبين من خلال التدريبات وبعض المباريات اللي هو اتفرج عليها. المباريات هل هي كانت مباريات أخيرة؟ لا، الراجل في الحقيقة اتفرج على عدد وكم كبير جدا من المباريات لفريق النادي الأهلي. بدليل الدليل على كلامنا ده إيه؟ ان امبارح بيشارك جونيور اجاي بعد فتره ما كانش بيلعب مع مستر ليسارتي، ما كانش بيلعب. والناس كمان البعض قال لك ايه؟ قال لك لا ده اجاي لازم يمشي ونجيب بقى مهاجم كويس ومهاجم محترم. وقلنا يا جماعه اجاي لعيب كبير قوي قوي قوي، محتاج تعاون نفسي صحيح، محتاج اهتمام من المدير الفني بشكل اكبر. وده اللي حصل. النتيجه كانت ايه؟ ان اجاي احد نجوم المباراه بالامس، هدفين وهدفين حلوين جدا. الجون الاولاني شاط الكوره بشكل مميز فيرست تايم في الجون. الجون الثاني دوران يعني استلم بالشمال وحطها باليمين في الضيقه، مهاجم مهاري حتى لو ده مش مركزه الاساسي. لكن ميزه ايضا في اجاي انه بيلعب في كل المراكز اللي قدام، بيجيد فيها، جوكر في الثلث الامامي بالنسبه للنادي الاهلي. فنتيجه تقييم مستر فايلر ادت لاشراك لعيب زي اجاي. نتيجة تقييم مستر فايلر أدت كمان لإشراك بعض اللاعبين. عندك عدد كمان مميز من اللاعبين بيشارك لأول مرة من فترة كبيرة، زي مين؟ أبرزهم مين وأحد نجوم المباراة البارزين جدا مين؟ أحمد فتحي. صعب قوي إنك تتخلى عن أحمد فتحي في الملعب. وفي الحقيقة برضو في فترة سابقة قبل مستر فايلر كان أحمد فتحي ما بيلعبش، لكن قيمة كبيرة، خبرات كبيرة جدا لأحمد فتحي في أرضية الملعب، فقدر ان هو يساهم وكان احد نجوم المباراه البارزين في الحقيقه. في الحقيقه كمان كل لعيبه النادي الاهلي لعبوا ماتش حلو قوي قوي. وعايز اخص بالاشاده ياسر ابراهيم، لان يعني في ناس ايضا
للاسف بنستعجل احنا عادتنا كشعب مصري كلنا بنستعجل في التقييم. ياسر ابراهيم مثلا جه ما بيلعبش فخدنا انطباع ان الراجل ده لا ده مش بتاع النادي الاهلي. لا ياسر ابراهيم امبارح عمل ماتش كبير جدا، الاحد نجوم النجوم الشوط الاول هو احمد فتحي ياسر ابراهيم، فمطمنين على المركز ده. امبارح السيناريو كان معاكس للنادي الاهلي بعد الهدف الثالث واصابه، يعني الاول اتصاب محمود متولي فقلنا خلاص محمد هاني نزل ولعب كويس جدا محمد هاني وادى المطلوب منه بشكل مميز، لكن الموضوع صعب اكتر بعد اصابه ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم لما اتصاب فبالتالي رجع حمدي فتحي كمساك واول مره يلعب في هذا المركز، فالطبيعي طبيعي جدا الفريق يتراجع عشان بتدافع بقى خلاص ما فيش حل. هتهاجم صعب، انت ما عندك اثنين مش مكانهم بيلعبوا مساكين واخطر مركز في الملعب يعني. فكل التحيه والتقدير لكل لاعيبه النادي الاهلي بالامس. عايز اعلق على صوره لحمدي فتحي بالتحديد، مش عارف جاهزه معاك ولا لا، لان حمدي فتحي امبارح